لا أسميه بمحاضرة وإنما أسميه لقاء مع هذه الوجوه الطيبة، الشباب الذين سيتحملون مسؤولية الوطن في مجال التعمير. فإذا اللقاء كان عبارة عن رسالة تعتمد على ثلاثة محاور أساس. المحور الأول وهو أنهم يجب أن يكونوا على اطلاع بالعلم الذي يشتغلون فيه. المحور الثاني وهو أنهم يجب أن تكون لهم قيم. والمحور الثالث وهو الإبداع، أن يبدعوا. هذه الجمعية ملتقى الحضارات عندها يعني رؤية إنشاء لشبكة شاملة لكي تتعرف الشعوب فيما بينها، تتعرف الحضارات فيما بينها. محاضرة اليوم للأستاذ إدريس خرشاف الذي عالج هذا الموضوع الذي فيه هو بالنسبة لنا يعني شيء واضح يعني وليس فيه لبس. المحاضرات ديال الدكتور إدريس خرشاف اللي العنوان ديالها هل نتج الكون عن صدفة، هي في الحقيقة محاضرة مهمة كتخلينا كتعطينا واحد بعد النظر في الحياة ديالنا أو للدور ديالنا كعمار في هذه الأرض أو كمهندسين إلى شفنا على المستوى العملي بروفيسيونيل. موضوع كان مزيان، استفدنا منه بزاف، وكنتمنى ان بحال هذا النوع ديال المواضيع نحضروا ليه بزاف ديال المرات.